بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم بخير. اليوم والله راه على جاكم، جبت هذه الدسويت اللي فيها محرك 1.2 في تي 3 بيستون، ما فيها حتى خدمة. وشن راح ندير لكم واحد الفيديو، ربما ما تلقاوهاش حتى في غبالي باللي ما تلقاوهاش لا في الفيسبوك ولا في اليوتيوب. هذه ستون بريمير راح ديرها للمشتركين تاعي، لي زابوني تاعي، وحتى نقولوا اللي ماهوش ابوني ثاني مرحبا بهم، وان شاء الله هي يشتركوا. راح نهضر لكم في حالة ما تسمعوا حس في الحزام تاع لي زاكسيسوار تاع الالتيرناتور وتاع المحرك تاع كليماتيزور اللي راهو لتحت، وتروحوا للميكانيسيان ويثبت لكم باللي راه عندكم رولمون تاع المبرد تاع محرك تاع المبرد تاع السياره. راح نعطيكم حلين. الحل الاول اذا كنتوا ما عندكمش الوقت باش تخدموها، او حالتكم الماديه ما تسمح لكمش في هذاك الوقت، راح نعطيكم حل واش ديروا. اول حاجه خاوتي هو تقدروا هذا الحل الاول ديروه وحدكم، ارفعوا السياره على الكريك، ديروا حاجز كما راني درتو انايا، ومن بعد نحو الكاج هذا الكاربو نحوه باش الرؤيه تبان. شوفوا انا راني دركا نشوف المحرك تاع المبرد تاع السياره، موتور تاع لاكليم راني نشوف فيها. في حالة ما الميكانيسي يقول لكم الرولمون تاعو تلفت، سما لازم تنحوه وتدوه المختص باش يبدل لكم الرولمون. انا راح نعطيكم حل بسيط باش تقدروا تمشوا بسيارتكم، ومن بعد كيعود عندكم الوقت هذيك الساعة تقدروا تخدموا الرولمون تاع المحرك هذا. وشن هي؟ لازم تنحو هذه الحزام هذا، تنحوه الكروة هذه تاع لاتيراتور تنحوها، وتنحو طوندور. نزول هنا نحو الحزام هكذا، نطلعو كي تطلع نحو هذيك الساعة الحزام ترخف كما راكم تشوف. ها نحوه برك وحدكم واحد ويتنحو، ومن بعد واش ديرو؟ اروحوا لهذا البولون هذا، البولون هذا وراء صبعي لهنا بكليمار ويت او سات، نحو طوندير هذا. هذيك الساعه واش ديروا؟ ركبوا حزام رقم 805، اشفوا 805، عقبوه من لابولي هذه دامبير الالترناتور ديريكت، ما يعقبش هنا وما يعقبش على المحرك تاع الكليماتيزور، يعقب من لابولي هذه لهذا. روحوا تقدروا ديروا سي بيكا والرقم تاعها 805، او تقدروا ديروا حتى 4 بيكا والرقم تاعها 805 باش تقدروا تمشوا. هذا الحل الاول. درك نرجعوا لهنا، تحبوا تخدموا حدكم هذا الرولمون، واش ديروا؟ خلوا ما تنحوش الحزام هذا، ما تنحوهش. دركا نجول لهنا نفتحو هذا، دركا نوريك كيفاش نفتحو. خاطر ان شاء الله راهي رؤية مليحة. دركا واش نديرو لهنايا؟ نجول هذا الفيس هذا، من بعد واش نديرو خاوتي؟ نحكمو هذا المفتاح، ندورو لقدام. كي ندورو لقدام هذه راهي تفتح، راهي تخرج تخرج. انا جاتني مقريبيا، دركا نشوفها في محرك واحد اخر. كي دوروا القدام هذه تقدر تفتح. انتم واش ديروا هذيك الساعه؟ حبسوا واروحوا لهنا نحو الكروه هذه، لازم تنحو الكروه هذه هكذا، نحوها ومن بعد واش ديروا؟ احكموا المفتاح، احكموا المفتاح، وهذه دوروها، هذه لابولي دوروها اللور، دوروها اللور راهي تدور وتفتح نحو حدا. درك نشوفوها في لاتولي، حتى ما تحبس تفتح لكم ديروا لها شويه دقيبون.
جيبوا الدبل في 40 وديروا لها شويه هكذا وديروا هنا الداخل وصبروا عليها من بعد راه تفتح دركا باش نربحوا الوقت. نروح نوريكم في لاتولي كيفاش نحوها. خاوتي كما راكم تشوفوا ان شاء الله راهي الصوره مليحه. لهنا نجعلوا باللي المحرك هذا تاع المبرد كما قلت راه في السياره والحزام مرافق لاصق ما تنحوهش. واش ديروا؟ احكموا لهنا جيبوا مفتاح احكموا لهنا الحزام باش ما يدورش باش ما تدورش هذو لي بولي. جيبوا مفتاح سبعه ودوروا القدام شوفوا كيفاش دور. راكم رايحين تشوفوا هذه لابولي تخرج هذه تخرج من هذه. ندوروا القدام كل ما ندوروا تخرج لابولي هذه تخرج وحدها. ومن بعد هو هذا الفيس البولون يدخل داخل ما تقدروش تزيدوا تدوروا. واش ديروا؟ نحو الحزام المرافق كما وريت لكم. ومن بعد شنو نديروا؟ ومن بعد واش ديروا؟ دوروا هذه الخلف كما راكم تشوف هذه تخرج وحدها شوف. بعد ما خرجت وحدها واش نلقاو؟ نلقاو السيركليبس هذا هنايا. جيبوا بانس تاع سيركليبس كما هذه حطوها لهنا. انا ديجا نحيتو واش باش نوريكم برك واش نديرو. لازم كما قلت نحطو البانس هنا تاع سيركليبس والنحو. انا هذا ديجا نحيتو تخلوه يرجع للورا. كون معود معاكم واحد اخير وشن استعانوا بالتورنيفيس شوفوا بالك يطير فيكم هذا مكان. بعد بشويه هاوليك كما تشوفوا بالك يطير في وجهكم. من بعد جيبوا ماي انا عندي ماي مكسره جيبوا ماي وخبطوا لهنايا بشويه بس هنايا بشويه منا اخبطوا منا ومنا منا هكذا وشويه هنا ولا حاجه تاع بلاستيك ولا حاجه تاع لوح. راهي راح تخرج اخبطوها بشوي 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 حتى تخرج. شوف هذيك الساعه تسيبوا هذه الرولمون اللي راهي اللي دايره المشكل هذه الرولمون الفاسده. شوفوا وين راهي هذه يا تبدلوا لابولي كامل هذه او تبدلوا الى رولمو. دركا نوريكم كيفاش هذه الرولمو تنحى وعاودوا ديروها واش نرجعوا كما وريت لكم. خاوتي كما قلت لكم هنا عندي هذه باش نحيها هذه دركا باش نحيها لازم نجيب جعبه ودوي. دركا نوريكم كيفاش. نجيبين دوي كما هذه جبت انا هذا نورمال تجيبوين دوي بس انا جبت هذا الجليسير كما تشوفوا. شوفوا نحط لا دوي هذه نديره هنايا والكليسير نديره هنا نديره هنا بصح يجي خارج على الرولمو باش الرولمو تقدر تخرج. ونحط لهنا هذه لادوي داخل الداخل باش هي اللي تدز الرولمو ونحطها لهنايا. دركا تشوفوا كما راكم تشوفوا خاوتي وسن قبل ما تنحو ديروا شويه دغريبون دوبل في 40 لداخل لهنايا في الرولما خاطر تكون مزنجره. دركا نشوفوا كيفاش ننحو.
من بعد نسيره نسيره ونشوفه. شوفوا هنا يتخرج، هنا يحدد، هنا راهي خرجت شوية. شوفوا خايا خرجت شوية، نزيد نديرو شوية دغريبان هكذا. باش ينحي الجنزير. بعد لازم نجيبو جعبة أخرى طويلة على الأقل باش تخرج لنا الرولمو هذا. جبت جعبة هذه كما تشوفوا، نديرها هنا وندير هذه لادوي نخليها. من بعد نسيري، شوفوا نسيري دركا الرولمو وحدها طيح. الرولمو راهي طارت. هذه هي الرولمو خاوتي كما تشوفوا لهنايا، لامارك تاعها ناتشي. وشن ما فيهاش الريفيرونس، فيها نوامر. نتوما ادوها لبيز ديتاشي ولا ادوها للمختص. القيس تاعها شوفوا الفوق 52، الداخل تقريبا 35، وهنا 12 العرض تاعها. وشنا انا ننصحكم ادوها ل ادوها بيز ديتاشي ولا اللي يبيع لي رولمون. ثم بعد بينهم لكم. المهم خوتي من بعد هو كي تروحوا تشرو وحده جديده واش ديروا؟ ديروا سوزيد وديروا شويه دغريبون لهنايا، ديروا شويه دغريبون هنايا هكذا، نقوا مليح هذاك الجنزير. من بعد بابي كويزين ولا بابي شيفونه نظيفه نقوا لهنايا. ومن بعد جيبوا الرولمو تاعكم الجديده، الرولمو الجديده حطوها راهي سهله. شوفوا كيفاش تحطوها هكذا دركا، شوفوا كيفاش تدخل سهله خوتي. من بعد كي تجوا تقد تركبوا نظفوا كما قلت لكم الداخل، ديروا شويه دغريبا. ومن بعد واش نديروا؟ ركبوا حطوا الرولمو كما راهي، ديروا ان دوي على حساب الدخلانيه ولا الفوقانيه، هي الدخلانيه خير. ولا هنا ديروا كاش حاجه باش ما تكسلكمش. انا راني درت البليسير تاع مقبل باش ما تكسرش هذه الحاشيه، حتى شرا تكسرت سما خبيتكم راحت بوريا. درك واش نديروا؟ لازم نسيروا نسيروا ونشوفوا كيفاش تدخل الرولمو. سيري هاي سهلة، واحدة تدخل. يعني واحدة على بها راني هي تحد وانتم خلاص ما تسيروهاش بزاف، مع تحد خلاص. ومن بعد نحو، خلاص نحوها. خوتي لهنايا واش مازالت عمليه اخرى، جيبوا هذه اللاصق رابيد كور رابيد وحطوا شويه لهنا. دوكا نقول لكم وين تحطوا، ديروا هنا. شوف ديروا هنا في هذه البلاصه، نزيد نوريه في هذه البلاصه. جيب مسمار رقيق باش تعرفوا، حطوا شويه لاصق في هذه البلاصه ورا المسمار هنا. بلاك يقص لكم البلاستيك هنايا، لا لا لازم هنايا ما بين الحديد هذا وما بين هذا الحديد تاع لابولي، باش هذه الرولمو ما تخرجش. هذا ما كان حاجه سهله. درك نوريكم كيفاش تلصقوها في المحرك، راهي سهله ثاني خوتي كما راكم تشوفوا. ان شاء الله راهي الصوره ماهيش خايبه، الله غالب وحدي برك راني نصور. من بعد واش ديروا؟ هذا المحرك راهو لاصق في السياره، ديروا نظفوا لهنايا
شيفونه ديما نطفوه بشيفونه نظيفه مليح. ديروا شويه دغريبو هنا كما هكذا ولصقوا الرومونتا ولصقوا هذا لابولي بال بالكم تقلبوها ما تلصقش هكذا تلصق هكذا. شوف هنا راهي ساهله لعاد تنقولوا من طويه مليح تقدروا حتى بيدكم تدزوها برك. شوف شوف بلا ما تخبطوها الا بيدكم برك. شوف هاني منا نحكم منا اللوط هكذا وهنا نخبط هذا ما كان بيدي برك. شوف راهي مليحه راهي طريبيان. درك واش نديرو لازم نلصقو سيرك ليبس. نجيبو لابانس هاو داك سيرك ليبس نجيبو لابانس على سيرك ليبس تفتحو تفضو مليح هكذا نحو لابانس تاعكم من بعد مفتاح باش تاكدوا باللي سيرك ليبس راهو داخل بلاصتو. شوفوا كيفاش حكم بلاصتو هذا ما كان. من بعد تحبوا واش ديروا ديروا ترنوفيس اعطوه هنا خبطه. شوف هنايا اعطوه خبطه هكذا باش يحكم بلاصتو هذا ما كان. دركا نرجعوا لابولي لابولي سهله مش نتبهوا باش ما يروحوا لكمش هذو لي روندال. كاين دي روندال هنا بالكم يروحوا لكم لا راحوا لكم سما قادر يكون سيركم. هذا واش ديروا شوفوا خاوتي هذا واش ديروا هذو حطهم هنا لداخل في بلايصهم. شوفوا هكذا وهنا واش نديروا ندوروا القدام. شوفوا ها شوف ندوروا هذه لابولي قدام ومن بعد نفهمكم واش نديروا. من بعد ها مات شوف كيفاش راهي دير. شوف هذا كيفاش خرج وحده. من بعد نجيبو نيميرو سات نجيبو مفتاح نيميرو سات ونزيرو العكس في النحان. نحينا زيرنا اليمن هكذا بصح في باش نرجعو العكس الايسر لهنايا. شوف هكذا نزيرو مليح وخلاص هذا ما كان. ونركبوا الحزام تاع المرافق والسلام عليكم خوتي. لهنا باش نعطيكم الاسم تاع نزيد ثبتو هو اسمها ناشي كما تشوفوا لهنايا. دركا نشوفوا الرقم تاعها ندورو نمسحوه هاو الرقم تاعها 35BX 52212DL منا فيد هذا هو خوتي. هذا الريفيرونس راهي في الناتشي قادر نقولوا تلقوا في الكيل كيف كيف بصح تلقوا ريفيرونس اخرى في لاسانار ولا في لاسكايف في الدوريجين. المهم ديروا ديما حاجه دوريجين خوتي. ان شاء الله راكم استفدتم من هذا الفيديو. هذا هي في الاخير ان شاء الله راهي عجبتكم هذه الفيديو. خلوا لي رايكم في التعليقات وكاش بعدكم سؤال ثاني تقدروا تطرحوه. في الاخير نقول لكم ما تنساوش اشتركوا في قناه يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. السلام عليكم.